السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. تحضيرات رمضان، السيجار او قنينطات ديال الكاوكاو كيجيو معلكين وكيجيو مقرمشين اقتصاديا البنات، اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. غادي نقيس معكم وحده وتشوفوا التقرميشه اللي فيهم والتعليقه. صراحه كيستحقوا تجربه، يلا جربوهم البنات في هذا رمضان. هذا غادي نزور طريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للمقادير، عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي مزول عليه القشور، غادي نضيف عليه 4 ديال المغارف ديال الزيت النباتيه، 4 المغارف ديال الزيت النباتيه، وكنلبيه بيديا مزيان مزيان حتى كتدخل يدخل ديك الزيت في ديك الكاوكاو، وكندخلو الفران من التحت ومن الفوقي، وكنخليه غير واحد 10 دقائق هي كتدخلو التحميره، غير واحد شتيتو كنخرجو، ما تخليوهش يتحمر بزاف باش ما يتحرقش ليكم، ما يجيش فيه النسمه ديال الحرق. كنخليوه حتى يبرد مزيان مزيان داك الكاوكاو ديالنا، كنخرجو وكنخليوه حتى يبرد، وكنعملوه في اي خلاط كان عندنا. انا هنايا عملت النص ديالو في الترموميكس والنص ديالو خليته، غادي نطحنو واحد شويه، عندك معاه السكر. انا عندي 160 غرام ديال السكر، كل طحنه كنعمل فيها النص. انا غادي نعمل معاكم، طحنته واحد شويه، طحنته غير واحد شويه، وضفت فيه النص ديال السكر. المهم الطوطال كامل 160 غرام من السكر سنيده. بغيتو عملوا كل شيء في ضربه، عملوا كل شيء في ضربه، ولكن كتعملوا النص النص كتجي مزيانه. المهم طحنوه بزاف بزاف، انا غنوريكم الطريقه. غير فحال هكا غادي طحنوه، المهم ما يبقاش مهرمس، طحنوه ولكن ما تخرجوش منه ديك الزيت ديالو. المهم غادي نبقى ماشيه بهاد المرحله هذه حتى نطحن الكاوكاو ديالي كامل. انا كنأكد عليكم البنات ما طحنوش بزاف، غير فحال هكا ما تخرجوش منه الزيت، وما تخليوش فيه ديك الحبيبات. المهم ما يجيش مهرمش، يجي مطحون. دابا غنضيف الكميه الثانيه، ولا عندكم شي طحان كبير تقدروا تطحنوا فيه كل شيء ماشي مشكل. انا الترموميكس صغير حيت كيلو، كل نص كيلو عملته بوحدو، طحنته بوحدو، والسكر عملته في النص، يعني عملت النص في الاول والنص دابا. انتم كتشوفوا معايا هذا النص الثاني طحنته، وكنضيفوا عليه مغروفه ديال الزبده تكون على حراره المطبخ باش تساعدكم، مغروفه كبيره ديال الزبده، مغروفه كبيره ديال القرفه كتجي فيها واحد النكهه غزاله، وهنا عندي مغروفه صغيره ديال المسكه الحره كندقوها مزيان وكنغربلوها باش ما يجيوش الحبيبات فيها. كنخلطو مزيان مزيان داكشي، كنتمنى نكون ما كنهضرش بزاف. هاد الوصفه هادي راه كنسبق لي عدلتها وكنضع ليا الفيديو، ولكن انا احتفظت على الفيديو وعاودته لكم. صافي هنايا غادي نضيف عليه 4 ديال المغارف ديال الماء زهر اولا الماء ديال الزهر. ما تخافوش تشوفوا الحشوه خفافت، لا ما خفافتش، هي غادي تجمع وغادي تجمع راسها، ما غاديش تبقى خفيفه. غنضيفوا 4 د المغارف ديال الماء زهر اولا الماء الزهر، ونبقاو ندلكوا ضروري البنات ندلكوا الحشوه ديالنا مزيان مزيان، الخليط ديالنا كنقول الحشوه ندلكوه مزيان مزيان، ما نخليوهاش خفيفه. المهم عملوا غير 4 ديال المغارف ديال الماء ديال الزهر. ها نتوما كيفاش حصلت عليها، ما كتبقاش خفيفه، كترجع بحال هذا القوام هذا. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. غادي نحتاج بياض البيض والزبده مذوبه، اي زبده كانت عندكم ماشي مشكل. غادي نحتاج هاد الورقه الفيلو اللي موجوده في ميركادونا وموجوده في اوروبا وموجوده في المغرب. انا احتاجت هنايا هاد الورقه 3 ديال الباكيات، 3 ديال الباكيات ديال هاد الورقه. صراحه البنات هاد الورقه هادي غزاله غزاله، باسطيله كتجيبيها غزاله، والبريوات وكلشي، غير شنو هي خصكم تكون يديكم خفيفه كتشحت دغيا. صافي غادي نقطعها على الطول على النص، هي على جوج، ما تقطعوهاش على ثلاثه باش كيجيوكم السيجار ديالكم طوالين وكيجيو مزيونين وكيجيو مشدودين. المهم من بعد ما تقطعوها عملوها في شي بلاستيكه ضروري باش ما تشحشي ليكم، حيت هي معدله غير بالناشه كتقطع دغيا، وحاولوا تخفوا يديكم. المهم غادي نعمل وحده بوحده، كندهنها بالزبده مزيان مزيان، انا راه بديت كنعدل، كندهنها بالزبده مزيان مزيان، الزبده ما تكونش سخونه تكون عاديه،
وكنعمل الحشوه ديالي، بغيتهم عاملهم كبارين ولا صغارين. انا الورقه كنعمل 2 سنتيم هاد الجهه وجوج سنتيم هاد الجهه، كنخلي الخوا كنخلي الخوا باش السيجار ديالي ما كيجيوني الحشوه ما كتجيش خارجه من القناه، واربعه ديال السنتيم من الفوقي. ها نتوما المهم كتغطى لكم الحشوه. غادي نوريكم حتى الطريقه ديال الطي اللي سبيسيال وبروفيسيونال البنات. هادو عدلتهم هادي شي عام باش عدلت هاد السيجار هادو، وكنت عملتهم في القناه ومن بعد ضاعوا ليا، ودابا عاودتها معاكم. وغادي نعملوا بياض البيضة البنات، شدوا بياض البيض ما تخافوا، ما كتبقى لا نكهه ولا نسمه ولا حتى شي حاجه. ها نتوما الحشوه ما كتجيش باينه. الورقه قطعوها على جوج ودهنوها بالزبده، سمحوا لي كنهضر بزاف باش نفهم ليكم، دهنوها بالزبده مزيان مزيان، وحاولوا الورقه تعملوها في شي ميكا اولا بلاستيكه وتشدوا عليها باش ما تشحتش ليكم، حيت هاد الورقه مع دلبناشة دغيا ما كتقطع ولكن غزاله. بالنسبه للحشوه كنكور وحده بوحده، يمكن لكم نتوما تكوروهم وتعملوهم في شي سينيه باش تجيكم الخدمه ساهله. المهم كنعمل 2 سنتيم من هاد الجهه باش تشوفوا معايا مزيان، و 2 سنتيم هاد الجهه كتغطى لنا الحشوه من هاد الجهه ومن جهه اخرى ومن الفوقي. هانتوما كتشوفوا معايا حتى كنغطي الحشوه ديالي، ساهله بزاف بزاف هاد الطريقه هادي، وكنطوي وكنجبد عندي باش كيجيوني مزيرين ما كيجيوش مرخوفين. هانتوما الطريقه ساهله، غادي نعاود معكم وحده اخرى. وكنعملوا بياض البيض البنات، عملوا بياض البيض. انا الصراحه هاد الورقه كتحمقني غزاله، وكيجيو بها السيجار كيجيو مقرمشين وكيصبروا البنات، ما كيخسروا ما حتى شي حاجه، كيبقاو شهر شهر ونص، المهم غير غطيوهم وصافي. المهم غادي نعاون معكم هذه الاخرانيه، 2 سنتيم منا 2 سنتيم منا واربعه ديال السنتيم. المهم غطيو الحشوه ديالكم وكنجبدوا كنلوي وكنجبدوا كنلوي وكنجبدوا باش ما تجيناش شي السيكار ديالنا ما كيجيوناش مرخوفين، كيجونا مزيرين وعامرين من الداخل. ها نتوما كتشوفوا معايا تبارك الله، كيلو ديال الكاوكاو كيخرج البنات، انا خرج لي بزاف، انا غنوريكم. صافي هنايا من بعد ما كملتهم هادو هما السيجار ديالي، كيلو ديال الكاوكاو خرج ليا هاد السينيه وسينيه هادي غتشوفوها. المهم انا غادي نخليهم ليله كامله، عدلتهم في الليل حتى الصباح عاد غادي نقليهم. صافي من بعد ما خليتهم ليله كامله البنات، خليهم ليله كامله كيشحتوا وكيتزيروا لينا باش ما كيطرطقوش. المهم هنايا عملت يدرو ديال الزيت النباتيه، يدرو ديال الزيت النباتيه يكون صافي باش كيجيونا السيجار ديالنا كيبرقوا، يكون صافي زعما ما مستعملش بالشباكيه ولا اي حاجه. المهم نص يترو ديال الزيت النباتيه كنعملوا الزيت تكون سخونه سخونه ماشي بزاف، ومن بعد نقصوا ليها نقصوا لها الا اما خمسه اما خمسه اما سبعه صافي، وعينا وميزنا. المهم نعملوا بزاف في المقله، نعمروا المقله ديالنا وما نبقاوش نحركوها بزاف بزاف. المهم نبقاو ندورو، انا غنوريكم الطريقه كيفاش نبقاو ندورو السيجار ديالنا، غادي نبقاو ندوروهم فحال هيدا انا غنوري لكم دابا. المهم عمروا المقله، راه ما غيطرطقوا ما حتى شي حاجه، عرفتوا علاش؟ حيت خليناهم ليله كامله كيرجعوا شادين راسهم وما تخافوش منهم، جربوهم في هاد رمضان البنات اكيد اكيد غادي يعجبوكم. صراحه بالله كيحمقوني، وعملوها بالورقه ديال الفيلو، جربوا الورقه ديال الفيلو خصوصا الناس ديال اوروبا، حاولوا ما تحمروهمش بزاف، غير كيجي فيهم ديك الكولور مذهب، الكولور من ذهب صافي كنزولهم البنات، ما تخليهمش يتحمروا بزاف، غير واحد شويه غير كتشوفوهم ديك الكولور ديالهم بدا كيذهب صافي زولهم. هانتوما غتشوفوا معايا غير فحال هكا صافي، حيت ملي كنعملوهم في العسل كيزيدوا يعطيو اللون كيزيدوا يتحمروا. المهم سقطروهم من الزيت مزيان مزيان عاد عملوهم في العسل. المهم العسل ضروري تكون بارده، وياكم البنات تعملوا زيت سخونه، الزيت ضروري تكون بارده باش ما كيزيدوش يطيبوا لينا وما كيزيدوش يتحمروا، كيبقاو في اللون ديالهم كيبقاو مذهبين. نتمنى نكون وصلت لكم النصيحه، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، شوفوا كيفاش كيجيو كيجيو مذهبين البنات. انا بديت معكم من الاول النصائح من الاول حتى الاخر باش متعملوا هاد السيجار او قنينطات
صراحة غادي يعجبوكم البنات، انا متأكدة غادي يعجبوكم. المهم سقطروهم من الزيت مزيان مزيان البنات، وياكم تكون تخليو البوطه مجهده، النار مجهده، حنيو ليها اما 5 اما 6 اما 7، المهم عينكم ميزانكم، وياكم تحرقوهم، خصكم يجيوكم مذهبين البنات. المهم انا يا نص يترو ديال الزيت النباتيه قليت فيه 3 ديال القليات، هذا الكيلو هذا قليت فيه 3 ديال القليات. المهم كنعمر المقله مزيان مزيان، وما تخافوش ما تخافوش زعما يلصقوا لكم ولا يطردقوا، بالعكس ملي كيكونوا السيجار بزاف هما كيكونوا ناشفين حيت خليناهم ليله، ما كيطردقوا ما حتى شي حاجه، ما تخافوش منهم، وكتختصروا حتى الوقت. وكنبقاو ندوروهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، ماشي كنبقاو نحركوهم لا، كنبقاو ندوروهم. كنعملوا نص يترو ديال الزيت، ديك الرضومه ديال الزيت النباتيه كتقلي لنا كيلو البنات. ضروري يكون المقله عامره بالزيت باش كيتقلاو لنا في ضربه واحده. المهم صافي. بالنسبه للعسل كنزولهم ديك الساعه، حيت هما الورقه ديال هاد الورقه هادي ديال الفينو كتشرب العسل دغيا، ما تعملوهمش ما تخليهمش يباتوا، غير تقلى لكم القليه اخرى سقطرو اخرين، عملوهم في جهه اخرى. نتوما كتشوفوا انا كنزولهم باش نعمل القليه الثانيه، وياكم تخليوهم يباتوا في العسل، والعسل تكون خفيفه ما تكونش ثقيله وتكون بارده البنات، باش ما يلصقوش ليكم، حيت الورقه ديال الفيلو دغيا ما كتشرب العسل، دغيا ما كتشرب العسل. المهم قليه بقليه، غير تزولوا قليه اخرى، عملوا قليه اخرى، غير تصفيوهم من العسل عملوا قليه اخرى. هانتوما كتشوفوا معايا انا زولت اخرى وكنعمل اخرى باش ما يشرب لكم شي العسل بزاف، هما دغيا ما كيشربوا العسل باش ما يجيكم شي تقالين وباش ما يتهرسوش ليكم، حيت هما صراحه كيجيو خفافين وكيجيو معلكين من الداخل. كنهضر بزاف باش نفهمكم باش تجيكم الوصفه ديالكم كما جاتني انا. المهم انا كنهز بيدي كنتحرق، كان عليا نهز مغرفه اخرى، ولكن ماشي مشكل، شوفوا كيفاش كيجيو مذهبين البنات. وفي الواقع اكثر راه هي الكاميرا ما كتعطيش الحق ديالهم. المهم انا عملت التبصيل، شوف كيلو شحال خرج، تبارك الله كيجيو مقرفجي قرمشين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم البنات، وسمعوا لا تقرميشه، سمعوا. شوفوا على تعليقه كتجي فيهم. نتمنى يعجبكم فيديو، واكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. كنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.